نروح بقى لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي واخر الاستعدادات للموسم الجديد، الموسم الجديد اللي يعني المتوقع ان شاء الله يكون في النص الاول في ديسمبر ان شاء الله، يعني بعد انطلاق كمان الدوري الممتاز هتكون ان شاء الله قرعه مسابقات الناشئين، وده المتوقع ده الوقت ان شاء الله هتكون في مسابقات الناشئين. النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت في استعدادات قويه وفي معسكرات وايضا كمان في مباريات وديه لجميع الفرق علشان ان شاء الله النادي الاهلي يدخل الموسم الجديد بافضل استعداد ويقدروا يحققوا نتائج طيبه تحت قياده الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نروح نقف مع فرقتين من اهم الفرق الموجودين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، فريق 2007 و2008 لعبوا ماتشين مهمين، 2007 لعب مباراه وديه امام السكه الحديد و2008 امام حرس الحدود، نروح نشوف اهداف الماتشين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بصراحه في مجهود كبير بيبذل في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي تحت رئاسه او قياده الكابتن خالد بيبو، مش الكابتن خالد بيبو بس، لا كل المدربين وكل العاملين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكمان المدير الفني الاجنبي بروكش. اللي محمس كل القطاع ان احنا شايفين خلال الفتره اللي فاتت موسيماني واعتماده الكبير على عدد كبير من لاعبي الناشئين بالنادي الاهلي، بقينا بنشوف دلوقتي في مباريات الكاس او مباريات الدوري بيدي فرص للناشئين، سواء في 2001 شفنا الفتره اللي فاتت بيصعد من 99 و2002، فده مدي طاقه امل كبيره لكل اللاعبين، وكمان المدربين بتشتغل زي ما بيقولوا بلغه الكوره بنفس مفتوحه، النهارده التعب اللي بيتعبوه النهارده في عمليه تواصل كبيره سواء مع قطاع الناشئين او مع الفريق الاول، فده كله طبعا بيصب في مصلحه النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله من المتوقع الموسم الجديد نشوف عدد كبير من ابناء الاهلي او من قطاع الناشئين موجودين في الفريق الاول.